يعني رسالة صوتية من دول. بص يا جماعة، أنا في خبر وحش هقوله، بس أنا بقوله علشان نخلي بالنا من ولادنا ونخلي بالنا من نفسنا. أنا في حد شغال في المستشفى العام، عارفاه معرفة شخصية. الحد ده قال لي إن في واحدة منتشرة، كانت منتشرة طول النهار وفي وقت الصبح بالأكتر عند المستشفى العام. الست دي شعرها منكوش وبتزك على رجليها. الست دي كل ما تمشي جنب ستات، جنب بنات، جنب أطفال، بتطلع سكينة من شنطتها وتشق بطنهم اتنين. في 3 حالات ماتوا في المستشفى العام، وفي كذا حالة أطفال بين الحياة والموت، وفي أطفال توفت في مستشفى زايد التخصصي. الخبر ده يا جماعة أكيد، والحد اللي قاله لي دي قايله لي من جوه المستشفى. واخر النهار كانت بتجري ورا المدرسين في المعهد الازهري، بتجري ورا المدرسين وورا الاطفال، لان المدرسين عرفوا الخبر، فهم شايفينها ست شعرها منكوش ورجليها بتوع بت 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 من العمارة، وفعلا كنا خايفين وبنبص هنا وهنا. لقيتها يا ماما جاية وجرت علينا، رجليها مقطوعة، هي برجل واحدة. هو قال لي ما ليش مقطوعة، قال لي برجل واحدة ووشها متقطع. وطلعنا نجري، فهي هي مطلوبة من المباحث، ان هي من عايزين يشوفوها موجودة فين عشان يقبضوا عليها. هي اه يا جماعة، بتجري لسه بعتين فيديو ريكورد قصدي دلوقتي، بيقولوا ان هم شافوها في الحصري، كانت قصاد الكشك اللي هو اسمه الأنب الجائع، هو معروف قوي عندنا في الحصري، اللي هو قصاد الجامعة. طلعت بيقولوا شافوها هناك، وبيقولوا بتبقى موجودة الصبح بدري قوي. يا يسري. اعمل ايه؟ طب هم الناس دي كلها فبركت يعني الكلام؟ يعني دي كذا، دي نماذج للرسائل الصوتيه، يعني كل الناس دي اتالفت قصص ولا ايه الحكايه؟ يعني الموضوع ده اتفبرك كده ازاي يعني؟ الرسائل دي عباره عن اهالي بيتناقلوا فيما بينهم، بيحذروا بعض من حاجه وهميه، عباره عن مقطع فيديو موجود لسيدة قد تكون مهتزة نفسيا، قد تكون خارجة من احدى المصحات، قد يعني في عدد. ايوه، بس الناس ديت عملت كده ليه؟ ده وشفناها في الحصري، وشفناها مش عارف ايه، وشايلة سكينة بتشق بطن الناس طول ما هي ماشية. حدوتة صعبة يعني، مش سهلة. الداخلية فحصت ال3 مقاطع اللي حضرتك عرضتهم، وراحت ل3 مستشفيات او المستشفيات اللي تم ذكرهم، ومنهم السيدة اللي بتقول ان هي جايبة معلومة انه في 3 اطفال موجودين في المستشفى العام. راجعوا كافة السجلات الخاصة بالمستشفى، المستشفى العام ومستشفى زايد التخصصي، تم مراجعة كافة المحاضر اللي موجودة في اول اكتوبر في زايد، في كل المحاضر اللي هي خاصه لفترات زمنيه بعيده، ما تمش رصد ولا تم وجود اي بلاغات او اي اطفال موجوده او اي اطفال تم الاعتداء عليهم بالطريقه اللي تم ذكرهم في الفيديو. بناء عليه تم اتخاذ الاجراءات القانونيه وجرى استكمال الفحص لتحديد الست دي موجوده فين، اللي هي اللي بيقولوا عليها السيده سفاحه الشيخ زايد او السيده المنكوشه او السيده المجنونه. كمان بيحددوا القائمين على نشر عدد من المقاطع الصوتيه لمعرفه ايه الاسباب اللي دفعتهم للقصه دي. القصه دي يا استاذ عمرو بتعيد بينا بالاذهان. قبل بالظبط 3 اسابيع كان في بيان منشوب لوزاره الداخليه بيحذر المواطنين في مصر ان هم هيجوا لكم حد من مسؤولين شركه الغاز ومسؤولين شركه الميه ومسؤولين من الصحه، ومحدش يركب الاسانسيرات مع بعض على اساس الناس دي هتخدركم وهتسرق مصوغاتكم. الداخليه برضو تعاملت مع هذا البلاغ وطلعت بيان قالت انه البيان ده الفيديو ده او الكلام ده غير صحيح، وانه الفيديو ده تم تداوله في 2017 و2018، والفيديو والكلام ده كان منسوب لاحد الدول العربيه، البيان ده كان لاحد الدول العربيه وتم التعامل فيه وتم اصدار بيان وقتها، وعدد كتير من الشائعات. طب الست المنكوشه دي فين؟ ولا دي ما نعرف؟
لا جاري البحث عليها في كل نطاق الثلاث اماكن اللي تم ذكرهم في البويسات، على اساس ان هم يعرفوا ويحددوا مكانها، خاصه ان احنا بنتكلم على الواقعه دي تم تداولها خلال 48 ساعه اللي فاتت بس. هي الواقعه بدات يوم 18 من مقطع الفيديو اللي هو مدته 28 ثانيه فقط، فالاجهزه الامنيه اشتغلت عليها بمجرد تداول هذه